من هي اللبنانية الحسناء التي خطفت قلب الأمير طلال آل سعود؟ على طريق مفتوح مليان بالطبيعة الجميلة اللي تخطف العيون في أرض الجمال بيروت، الأمير السعودي طلال آل سعود حط أول طوبة عشان يبني علاقته بأجمل لبنانية وهي منى الصلح. فمن أول ما شافها قلبه دق ليها، وجمالها الهادي خطف عيونه وقال لك بس هي دي قرة عيني اللي هكمل معاها حياتي كلها، لأنه ما قدرش يبعد عنها وقدر يدور شمال ويمين ويسأل الناس اللي شغالة معاه واللي يعرفهم عنها واسمها لحد ما فتحت له الباب علشان يتكتب قصة حب جميلة ما بينهم تنافس عنتر وعبلة وروميو جولييت. فالبنت اللبنانية دي خطفت قلب الأمير السعودي المهاجر لحد ما اتجوزوا، وبقت من أهم الشخصيات اللي قلبت السعودية. بدأت قصتها لما أخدت منى الصلح مفتاح العربية بتاع أختها الكبيرة في بيت أبوهم رئيس الوزراء اللبناني الراحل رياض الصلح، ومشيت في العاصمة اللبنانية بيروت. ومن هنا الصدفة جمعت منى الصلح والأمير طلال بن عبد العزيز اللي كان بيسوق عربيته في 1954 وخلته يراقبها كويس، وبعدها أخذ القرار إنه حيتنافس معاها على السواقة بسرعة. وبعدها عرف الأمير طلال إنها منى بنت رئيس الوزراء اللبناني، فرح لها البيت وكانت المفاجأة إنه طلب إيديها للزواج. بعد 20 يوم من التفكير وافقت الجميلة منى على عرض الأمير السعودي، وعمل لها فرح تاريخي رغم إن الفرح ده سمع في العالم كله، إلا إن العيلة الملكية ما حضرتش الفرح بشكل رسمي، لكن حضروا سياسيين كبار من العرب. كان من المفروض في الحفلة بتاعة الفرح دي أم كلثوم تحيي الفرح، وكانت واخدة في الوقت ده أجرها 6000 جنيه. والستات في مكان والرجالة في مكان. الستات كانوا في أوتيل النورماندي والرجالة في أوتيل بريستول في بيروت، وكان قبل الفرح في برقية من الملك سعود بعتها لأخوه الأمير طلال، وكانت البرقية بتقول إنه يمنع أي غناء يحصل في الحفلة لأنه كان في الوقت ده عيب وما يصحش إن حد يغني في حفلات فيها سعوديين. فكان الحل إن السيدة أم كلثوم تحيي الحفل بس مش بتاعة الفرح. في الوقت ده نقابة الموسيقيين اللبنانيين قالت إن أم كلثوم هتتحرج، ممكن تزعل بعد ما جت أوامر بمنع الغنى في الفرح. فراحت النقابة وقررت تعمل حفلة تحييها أم كلثوم في فندق الكابيتول، وحضروا سياسيين ووزراء في الوقت اللي الفرح كان شغال فيه. ولما اتجوزت وراحت السعودية كانت منى الصلح أول أميرة تظهر وجهها، بالرغم من أنه كان الارتباط ملوش دخل بالسياسة خالص، إلا أن خطواتها كانت محسوبة بدقة ومتابعة من الصحافة. وخلفت منى الصلح خالد ووليد وريمة طلال آل سعود، وكان الأمير بيحبها جدا وكان شايفها أذكى الشخصيات اللي عرفها. لكن حصل الانفصال بعد 14 سنة، وانفصل الأمير طلال ومنى الصلح بعد قصة حب كبيرة، لكن محدش عرف سبب الطلاق وفضل غامض لحد النهاردة. وخدت منى أولادها لفترة وراحت لبنان، لكن بعد كده بيروحوا لأبوهم السعودية، بس الأمير طلال ما تجوز عليها خالص حتى بعد ما اتطلقوا، وفضل وفي ليها وفضلت العلاقة ما بينهم مبنية على الاحترام.